بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدي نحل أسئلة على برنولي. راح نشرح هاي الأسئلة المحلولة. دينا لكم إياها بس نشرحها. بعدنا بروبلم واحد اللي هي 4-8 صفحة 146 بالكتاب عندكم. هذا سؤال: If crude oil flows, crude oil هو نفط الخام. Flows through this pipeline and its velocity at A is 2.4 meter per second. Whereas the oil level, where is? إذا السؤال أو الجواب اللي يريده, where is the oil level in the pipe C? نجي على الشكل. عندنا نقطة A ونقطة B. نقطة هاي منطين السرعة 2.4 متر per second ومنطين الدايميتر مالتها, والنقطة B منطين الدايميتر مالتها 100 مليمتر. البايب هذا منطين الارتفاع B 1.5 متر, 1.5 متر ارتفاع الجرود اويل بالبايب هذا بالرسم بايب A. يريد ارتفاع الجرود اويل بالبايب سي. هسه احنا من نجي نطبق برنولي كويجن ناخذ نقطتين بس, ناخذ نقاط ما بالكيف, ناخذ نقاط اللي بيها معلوم سرعة ضغط وارتفاع اللي هي البي على جاما والفي سكوير على 2 جي والزيت. هذول نقاط البيئة هاي المواصفات مباشرة أو بصورة غير مباشرة نطبق قانون برنولي على النقاط اللي بيها معلومات. فقبل أن نجي نطبق, عندنا بنقطة A منطيني سرعة وعندي دايميتر, بنقطة B عندي دايميتر فقط. إذا أقدر أوجد السرعة بنقطة B, شلون أوجدها؟ نطبق الكونتينيوتي. إذا VA AA يساوي VB AB. ال VA معلومة, ال B هي باي على 4 في الدايميتر سكوير, الدايميتر اعتيادا نحوله إلى متر, فيطلع لي الـ VB يساوي لي VA A نقطة A على A النقطة B الأريا. الـ VB راح تطلع لي, أنا ما ضربت VB على 4 لأن مليمتر على مليمتر فيختصر فتبقى 5.4 متر بير سكند. إذا صار عندي معلوم بالنقطة A سرعة وبالنقطة B معلومة سرعة. بالنقطة A عندي معلوم الـ Edge اللي هو 1.5 متر. هذا شنو؟ هذا الارتفاع, الارتفاع وكأنما ارتفاع مال المانوميتر هو بي على جاما, لأن البي يساوي لجاما إج, الإج يساوي لبي على جاما. إذا هذا جاهز عندي بي أي على جاما هو 1.5. من أجل أطبق برنولي إكويجن, applying Bernoulli equation بين نقطة A و B, ف P على جاما V سكوير على 2 G Z هاي بالنسبة للنقطة A يساوي ما يشابهها من نقطة B. ال P A على جاما هو 1.5 منطينية جاهز. السرعة V A سكوير عندي 2.4 والارتفاع منطينية 1.2 لأن خذت الداتوم ليفل هو نقطة B. إذا هذا عندي الداتوم ليفل هو الليفل اللي أقيس له, أقيس من عنده الارتفاعات اللي أريدها. فبين النقطة A وبين النقطة B الارتفاع هو 1.2 يساوي لي PB على جاما هو اللي أريده اللي هو oil level in the pipe C اللي هو جاما P على جاما إيج يعني وحدته متر مثل ما ذكرنا سابقا.
زائدا سرعة وجدتها أنا من القانون مع الكونتينيوتي، والارتفاع عندي صفر لأن هو مختارها النقطة هي الداتم ليفل، طلع لي بي على بي بي على جاما يساوي 1.5 متر. إذا ارتفاع البرود أويل بال 5C 1.5 متر من الداتم ليفل. هذا السؤال أول. السؤال الثاني به شغلات كثيرة صراحة. عندنا هو السؤال موجود بالكتاب 4-12 صفحة 146. عندنا water is flowing، عندنا ماء يجري من خزان عبارة عن بايبات، عن طريق بايبات. يريد calculate H بالمتر and P بالكيلو باسكال. يريد لنا هذا الإج ويريد لنا البي 4 أو البي 3. هاي النقطة اختارينها 3 يعني أنا مخلينا عداد. إذن المطلوب هذا الإج ومطلوب البي، هاي النقطة سميناها 3 احنا، هاي النقاط احنا مسمينها، هاي 0 هاي 1 هاي 2 هاي 3 هاي 4. فأنت من تحل تسمي بكيفك. نجي على السؤال. أول شيء نستفاد من المانوميتر. المانوميتر نستفاد منه لأن فيه قراءة. ف from manometer reading، هذا المانوميتر نجي نطبق بي 1 مثل ما علمناكم سابقا. بي 1 يساوي نجي بي 2 ننزل عندي هاي المسافة أنا سميتها L، ما أعرف إيش قال. فقامة مع المي في L والإشارة زايد لأن ننزل زائدا هاي المسافة القراءة مال الزئبق الميركوري اللي هي منطينياها 175 ملي متر، فزائدا القامة مال الأج مضروبة في الارتفاع 175 ملي متر حولناها إلى متر 0.175. نجي هنا هسه نبدي نصعد. هاي كل المسافة أو هاي منا لهنا هاي معروفة عندي، فناقص جاما ووتر هذا مي مضروبة في 175 ناقص هم جاما ووتر مضروبة في ال L. بقى عندي هاي المسافة أنا سميتها Z1 ناقص Z2، هاي Z1 Z1 ناقصا Z2. فهاي المسافة القامة مع الووتر مضروبة في Z1 ناقص Z2. هنا طلع عندي شوف ال L ما أعرفه، فال L أوميجا L أوميجا ووتر L هنا ناقص وأوميجا ووتر L هنا زايد، فوحدة تنشطب مع الثانية. أجي أقسم على الأوميجا، أوميجا أوف ووتر، فأجي أقسم P1 على أوميجا أوف ووتر، P2 أجيبها وراء اللي يساوي P2 على الأوميجا أوف ووتر صارت ناقص، زائدا أجيب هذا الجزء الأوميجا راحت مع الأوميجا فيبقى عندي زائد Z1 ناقص Z2 يساوي لي الأوميجا أو الجاما عفوا جاما إج، جاما إج على جاما أوف ووتر مضروبة في هذا الرقم 0.175 ناقصا الرقم هذا لأن الجاما مع الووتر راحت مع الجاما مع الووتر يساوي لي. أجي هنا هاي كلها يساوي لي 2.2. إذا هذا كله P1 على جاما أوف ووتر ناقصا P2 على جاما أوف ووتر زائدا Z1 ناقصا Z2 هاي كلها تساوي لي 2.2. هذه كلها وجدتها منين؟ من المانومتر ريدنج. أجي أطبق برنولي كويجن بين 1 و 2. فبين 1 و 2 V1 على جاما زائدا V1 سكوير على 2G زائدا Z1 هاي
كلها معروفة. V2 على جاما، V2 سكوير على 2G زائدا Z2. أجي أبسطها، فأسحب الـ V2 أبسطها بحيث يطلع لي نفس هذا نفس هذا الحد حتى أقدر أشتغل. فبسطها على نفس هذه الطريقة، V1 على جاما، V2 على جاما زائدا Z1 ناقصا Z2 يساوي لي، طلع لي هذا. هذا أعرف وش قد. إذا الـ V2 سكوير على 2G ناقصا V1 سكوير على 2G يساوي لي 2.2. كم عندي مجهولين، وهنا عندي أربع مجاهيل قللتها إلى مجهولين. أجي أكمل، أجي بين واحد واثنين أخذ الكونتينيوتي، هاي عندي V1 و V2، بين واحد واثنين أخذ الكونتينيوتي. الكونتينيوتي V1 يساوي A2 على A1 V2، ويساوي لي المية سكوير على 125 سكوير V2، فتطلع لي V1 تساوي لي 0.64 V2. أجي أعوضها أنا هاي المعادلة، تطلع لي الـ V2 سكوير ناقصا 0.64 سكوير V2 سكوير على 2G يساوي 2.2. أجي أبسطها ويساوي لي هذا، إذن أطلع منها الـ V2، طلعت لي الـ V2 تساوي لي 8.54 متر بير سكند. الـ V2 إذا أجي على الرسم، الـ V2 هي نفس الـ V3، ليش؟ لأن عندي نفس الدايمتر، هذا 100 وهذا 100، فالدايمتر نفسه، إذا السرعة نفسها. فطلع عندي الـ V2 والـ V3 متساويات وقيمتهم معلومة. هسه أجي أعوض هاي المعادلة، الـ V2 معلومة، طلع الـ V1، طلعت الـ V1 عندي 5.47 متر بير سكند. اطبق الكونتينيوتي بين الثلاثه وبين الاربعه، بين الثلاثه وبين الاربعه اطلع في اربعه، بين ثلاثه واربعه او بين اثنين واربعه نفس الشيء، لان نفس الدايمتر ونفس السرعه، فسميها اثنين او ثلاثه بكيفك، المهم تطلع عندك الفي اربعه. طلعت عندي الفي اربعه تساوي لي 15.18 متر بير سكند. هنا أنا صراحة مختصرها، ولكن هي ماخذ برنولي إكويجن بين الصفر هنا اللي هو مستوى المي وبين نقطة أربعة. هنا عندي السرعة صفر والبي أتموسفيرك صفر، وهنا عندي البي مباشر مع الأتموسفيرك هم يساوي صفر، فبقى عندي من الجزء الأول من برنولي فقط الإج، ومن الجزء الثاني فقط السرعة، لأن الزيت صفر والبي صفر، فبقت عندي بس في أربعة. في أربعة، فهنا الإج يساوي لي في أربعة. إذن هاي برنولي، إذن هاي برنولي بين الصفر وبين الأربعة، فالإج من الجزء الأول من برنولي بقى لي بس الإج، من الجزء الثاني بقى عندي V4 سكوير على 2G، الزيت صفر والبي صفر أتموسفيرك، فطلع عندي الإج 11.75. إذن هذا أحد المطالب تتحقق. يريد هسه عندي البي 3، البي مال الجيج العداد، فطبق برنولي بين الصفر وبين 3. الصفر يبقى عندي بس الإج، والإج أنا علم عندي بي 3 هنا ما صفر لأن داخل البايب ما بتماس مع الاتموسفيرك، وعندي البي 3 أعرفها، فأطبق بي 3 على جاما يساوي لي إيج ناقص بي 3 سكوير، طلعت لي هنا البي 3 على جاما تساوي 8.03 متر. البي 3 نضربها الجاما إيش قد 9810، طلع لي 78.8 كيلو باسكال. وبهذا يكون انتهينا من شرح السؤال الأول والثاني.